نعم، هو فعلا استاذ الفاف ربما الناس يشوفوا الحلقه ديجا وسبق وهضرنا على الجانب ديال التغذيه وهضرنا على الفوائد ديال الزيتون، هضرنا على الفوائد ديال زيت الزيتون. الحلقه ديال اليوم غتكون خاصه بالطقوس وبالاجواء الرائعه، نذكروا بها الناس اللي عاشوها ونحكيوها للناس اللي ما عاشوهاش، الله عسى انهم يكون عندهم ان شاء الله برمجه خاصه انهم يعيشوها، لان فعلا اجواء رائعه، اجواء تستحق ان تعاش، اجواء اللي فيها واحد التربيه للاسره وفيها التربيه للاطفال وفيها التربيه لكل الاسره بصفه عامه، اجواء ديال موسم جني الزيتون. والاكيد لما كنتذكروا هذه الجمله ديال عفوا ديال موسم جني الزيتون الا وكيتبادر للذهن ديالنا هذوك المقررات اللي كانت في قديم الزمان واللي قرينا فيها حنايا، والموسم ديال جني الزيتون كان هذا صراحه لما هذا العنوان لما حطيناه تبادر للذهن ديالي مباشره المساله ديال يعني في المقررات هذه شحال في الزمن في الابتدائي ديالنا حنايا كان هذه المساله ديال موسم جني الزيتون بالصور اشياء رائعه، الناس اللي عاشوها نذكرهم ان شاء الله بها، اللي مازال ما عاشوهاش نحفزهم انهم يمشوا يعيشوها، لان يعني الطريقه الوحيده لضمان ان الانسان يحب الزيت ويحب زيت الزيتون ويحب الزيتون ويحب الطقوس ديال الزيتون ويتعلم كيفاش يصاوب الزيتون. وهذا الشيء هذا جاء على بالمناسبه ديال ان شاء الله هذا الاسبوع هذا الجمعه والسبت والحد عندنا ان شاء الله رحله مع الاسره، اسر مغربيه غنمشيو جماعه ان شاء الله، عندنا واحد 100 شجره اللي قسمناها على 4 ديال لي جروب يعني 25 شجره لكل جروب، غنمشيو اللي عندنا الانشطه اللي عندنا كلها تتمحور حول جني الزيتون، يكون جني الزيتون زياره للملحه للمناطق ديال اللي كيتنتج الملحه لان كنستعملوا في الزيتون الملحه، كيفاش نصاوبوا الزيتون المسير، كيفاش نصاوبوا الشرموله ديال الزيتون، يعني هذه المسائل هذه كامله حبينا اننا نتقاسموها ان شاء الله مع المستمعين. فبالنسبه للسؤال استاذ عفاف، فالزيتون هذا العام الطابع ديالو جميل جدا، علاش؟ واخا تعطل شي شويه ولكن هاد امطار الخير، هاد امطار الخير اعطات واحد الجوده للزيت، زائد دابا خاص واحد شويه ديال الشميشه ان شاء الله باذن الله، باش لان وانا البارح كنت في زياره ديال احدى الاشجار باقي شويه الزيتون خضر، وهذه نصيحه للناس الله يعطيكم الخير، ما تكون شويه الزربه نخليو الشجره تطيب على خاطرها، انا صراحه في بعض الاشجار عندي اللي جنيتها مع الاسره ديالي في النهايه ديال الاسبوع هذايا، علاش؟ لانه وصل الزيتون انه اللون ديالو الاحمر المائل للسواد، يعني هذا كنستعملوه حنا من اجل اننا نصوبوا ذاك الزيتون الحامض، اما الزيتون اللي مازال خضر لان كنت البارح في المناطق ديال النواحي وزان في المنطقه ديال عند واحد الصديق ديالي اللي كنشكرهم هذا المنبر على التصور استاذ عفاف، هذا السيد عامل مشروع رائع جدا، شنو فيه؟ كيجمع الاشجار ديال التين العريقه، الاشجار ديال الناس اللي كيعرفوا التين، الاشجار ديال الطوبلي، الاشجار ديال الغدام، الاشجار ديال عنق حمام، هذا النوع هذا اللي كان في المغرب كيجمعهم شي 4000 شجره ديال البرقوق وديال الشجر، ومشيت عنده البارح واحد المشروع رائع جدا في المنطقه ديال زغيدور، الناس اللي كيعرفوا النواحي ديال وزان، فهذا مشروع رائع جدا، نتمنى يكون هذه الاشياء، والجميل انه صوبوا بيده وان الاشجار حيه الحمد لله ودرنا عليها كامله، يعني واحد 99% ديال النجاح ديال الاشجار كلها الحمد لله مشات مزيان، فهكاك عاوتاني الزيتون وكانت فرصه اننا نشوفوا الزيتون، فانا احب هذه الاشياء هذه بحكم انني فلاح كنبغي نستافد من الناس، لان الفلاحه ضروري تسمع ضروري يعطيوك الناس نصائح، فشوف الزيتون مازال باقي ما طابش مزيان، ما اللي زوينه هذا العام الحمد لله واحد الغله اللي هي كبيره بزاف، واحد الجوده اللي هي رائعه جدا، غير الناس اللي كيحيدوه دابا هذه السيمانه اللي دازت ما غيعطيهمش الزيت، يعني 10% 9.5% 11% قليله بزاف بحكم انهم قطعوه مازال باقي ما وصلش للنضج ديالو، فيتسناو شي شويه هذا الاسبوع واحد 10 ايام ان شاء الله باذن الله، فغادي تنطلق ان شاء الله رسميا الموسم ديال جني الزيتون، والحمد لله كاين الخير في بلادنا رائع جدا، هذا الشيء يثلج القلب، هذا الشيء اللي كنقولوه على الشمال كنقولوه على تحنوت، كنقولوه على قرعه الصرغنه، كنقولوه على منطقه السوس، كنقولوه على المغرب كامل، كاين الخير الحمد لله، وليدات المغرب هما اللي خصهم يجنيو زيت الزيتون، وليدات المغرب هما اللي خصهم يشريو زيت الزيتون، وليدات المغرب هما اللي خصهم يستهلكوا زيت الزيتون، وهذا هو البيت القصيد في هذه الحلقه، اننا من خرجوا من هذه الحلقه خرجوا ان كل واحد يمشي يجيب الزيتون والزيت بيده، غيكفاه ويكند واحد يخدم عليه السنه كامله.
نعم، هذه المراحل قلنا الاستيقاظ والذهاب والسقط والزيتون، وهذا المرحله الاولى ديال الموسم. هذا الشيء هذا كيكون حنا كنسموه بالدارجه نقولوا في الخلا، يعني خارج المنزل. داخل المنزل ملي كيدخل هذا الشيء هذا الزيتون هذا كيبقاو طقوس عاوتاني وحده اخرى، كيتغسل زيت الزيتون، ومي كيتغسل كيتعزل. يعني دابا الزيتون ملي غتسقط الزيتونه عندك جوج حوايج، غتعزل داك الشيء اللي بغيتي تصاوب به، يعني حنا منطقه الشمال كنقولوا غنحمضوه، يعني غنصيروه، والباقي هذاك الباقي كيمشي مباشره للمطحن. الجميل هذه بعض الاخطاء كانوا كيديروها الناس القدام، يعني اشياء زوينه، ولكن هذا لا يعني اننا نهضروا على هذه الاشياء. هذه كانوا كيديروا له الملحه وكيستوكيوه في الماكينات ديال المعصارات، هادشي ما خصوش يكون. كتدي الزيتون ديالك خاصك هذاك النهار تطحنه، ما كاينش ستوكاج، ما كاينش الملحه. والجميل وانا عندي اصدقاء اللي عندهم مطحنات، وهاد النصيحه الحمد لله داروا بها، وتصور ما شاء الله ما شاء الله السنه اللي دازت راه تشد النوبه ديالك باش تاخذ غير 5 لتر. ما كاين يعني التعصير في البارد، ما كاينش السخون. لان الحراره تفسد الاوروغوبيين وتفسد التيغوزون. وغتسمح لي استاذ احلامي غير المستمعين يركزوا، لان هذه المعلومات راه مهمه بزاف، خصوصا الانسان اللي غيدي الزيتون غيعصرو على يده، مهم يعرف هذا الشيء. تمشي للمعصره، وراه الناس اللي مشاو معنا للمعصره راه دخلنا عند لو تكنيسيان وهضرنا معاه وشرح لهم شنو كيفاش هادي. هذا الشيء ما كاينش سخون، قلنا ما كاينش سخون ما كاينش سخون تماما. يعني المعصره اللي غتمشي تطحن فيها خصك تسول انه ما يكونش سخون. علاش؟ لان درجه الحراره تتلف الاوروغوبيين، تتلف التيغوزول، تتلف الهيدروتيغوزول اللي كاين. هذا من الفوائد اللي كاينه زيت الزيتون وفي الزيتون. فاولا خصو يكون في البارد، ثاني حاجه يكون الملحه ما تضافش، الملحه ما تضافش تماما. ثالث حاجه انك من تكون الزيتون تعمر الزيت الزيتون بيدك. فالجميل هو هادشي راه اي واحد ممكن يديرو. راه انت كتمشي توجد لواحد الحاجه كياخذ منك سيمانه، زيت الزيتون شنو غياخذ منك؟ شوف شحال غنستافدو، السياحه الداخليه، زائد ان كنستافدو بالصحه ديالنا. كاين بعض الناس كيقولوا لنا غادي مثلا المولاي ادريس الزرهون، ولا غادي مثلا تحناوت، ولا غادي مثلا الوزان، ولا غادي مثلا المناطق ديال الشمال، غادي يجيب 10 لتر الزيتون. كنقول له انا بلا ما تعذب راسك فين تجيب 10 لتر الزيتون. الناس يعني في المنزل الزيت الوحيده اللي خاصها تكون في المنزل. الناس يتسالوا باش غنقليو، حنا ما كنقليوش، الثقافه ديالنا ما دخلش القلي. الزيت الوحيده اللي خاصها تكون في المنزل، واقول واعني ما اقول، بالنسبه للمغاربه زيت الزيتون وزيت اركان، هذو الزيوت اللي خاصهم يكونوا. فغادي نمشيو شنو غناخذ؟ ناخذ وليداتي، نمشي للزياره، ما عنديش مثلا ماشي موتوريزي، ما عنديش سياره، نشوف العائله. يعني غتلقى شي طريقه. فكنا غادي انت مثلا غادي تدوز مثلا عطله مدرسيه في الصيف، راه كديروا جميع الطرق تهكعوا ثاني، يكون واحد الحراك. انا الجو في وزان، وخاصه وزان خدات الميداليه الذهبيه ميداي دور في هذه في الموسم، تاخذ ميداي دور، خداو هذا الميداي دور، مي داروا زيت الزيتون في الزاج على حسب الجوده. على حسب الجوده، وزان، منطقه درهونه، منطقه غزاوه، منطقه بني مساله، منطقه اسجن، منطقه البزروف، منطقه هذو مناطق اللي في منطقه السطار، منطقه الغويبه، هذو المناطق اللي في المنطقه اللي كنت فيها البارح، زيدور النواحي في المنطقه ديال زيت الزيتون. وهذا باش المغرب كامل، مي انا كنهضر على المنطقه مثلا اللي زرت انا، هذا هما المغرب كامل فيه الزيت الزيتون وجوده عاليه، فقط بهذه الشروط. غتمشي انت وليداتك غتاخذ داك الشيء اللي قسم الله، شحال كطيح الزيتون ولا هذه ما ميكاش. هاد الاسئله ما نسولوش بزاف، ما الا عطاتك 15% 16% معناتها 17% ولا 16%، يعني 100 كيلو كتعطيك 15 لتر. يعني من 15 الفوق جيد جدا، كتكون زيت الزيتون اللي كتعطي جوده عاليه. ما تقلبوش على 30%، 30% راه الجوده ديال الزيت كتكون يعني ما 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 ماشي تلت المية. يعني كتكون الكميه كثيره، ولكن راه الجوده ناقصه شويه. الجوده ناقصه، وعاد عاد الخضوريه ديالها، والناس ما تخافوش من ذاك المروره. ودابا نيت دابا خاص من دابا حتى شهر تقريبا شهر ثلاثة الناس يستهلكوا الزيت بداك الخضورة ديالها وداك المرورة ديالها، لأن هي اللي غتحميك من الزكام ومن هاد الأمراض اللي كاينة دابا. يعني نمشي أنا ناخذ مثلا أربعة القناطر، خمسة القناطر، كاين فيه تهزة موجود، الحركية كتكون حركية عالية جدا. تلقى السيربلاس شكون يهزلك؟ تهزك يهزلك، دير المعصارة، للمعصارة طحن، وري لولدك، قل له ها الزيتون ديالنا ها وفين تطحن. نهار عندك نهار غتمشي مثلا السبت في العشية، نهار الأحد في العشية غتجيب الزيتون ديالك. والجميل أن هاد المطحنات هادوما كيصيفطوا أستاذ عفاف رسائل فيها الزيت الزيتون والزيتون، حتى الدار البيضاء، حتى الكازا، حتى الأكادير. يعني أنت تخلي الزيت ديالك تما
تخلي وتعطيه وتعطيه يصيفطو لك كيصيفطو. هذا جميل ولا في المغرب. وهادشي هذا وكنقولها للمعصرات ديروا هاد لو سيرفيس لان المغاربه كيبغيو هاد لو سيرفيس. اشياء بسيطه بالحق اللي كيفهم في الكوميرس وكيعرف في الكوميرس هاد لي موانغ دي شوز الحوايج الصغارين كيديروا لا ديفيرونس وكيديروا الفرق. نعم. بقى كذلك من ضمن الاسئله اللي توصلنا بها استاذ احليمي هو المساله ديال اللون ديال الزيت اللي كتكون مختلفه. فتكلمتي على المساله ديال الزيت اللي كتكون فيها ديك الخضوره وشرتي انه كتكون فيها واحد المروره وهي مفيده بزاف. كاينين الناس اللي تكلموا على واحد الزيت كذلك بعض المرات اللون ديالها كيكون مغلوق. نعم هذيك غالبا استاذ عفاف انا واحد الصديق ديالي العام اللي فات كنت مشيت عنده لقيت عنده تقريبا واحد 120 متر اللون ديالها بحال هكا. نعم. قلت له ان هذه الزيت هذه طحنات في السخون وفريمون مشى للمطحنه سول عليها وردها له. الوغ سول عليها لقاها بلي مطحونه في السخون. السخون هو اللي كيعطي ذاك اللون. تقدر تكون بعض الزيوت تعطي هذا اللون. انا ما يعني ماشي على علم بكل شيء. ما انا اللي الانسان باش يضمن والضمان ضمن هو الله ما ضروري تمشي للمطحنه الله يعطيكم الخير قول له انا مثلا كل زيت كتهبط لقيتها بيدي. عارفه واش بارده ولا سخونه. أيه. اولا الماء حتى الماء راه كتلقى ذاك لو تكنيسيان مره كيمشي يقيس الماء. أيه. علاش كيمشي يقيس الماء؟ باش كيشوف الحراره واش طلعت ولا ما طلعتش. أيه. راه غتلقى شويه دافئيه ولكن ما غتلقاش طايب يعني ما غتقيسو بيدك. راه هذا الشيء هذايا هو اللي غيدير الفرق. الوغ ديروا هذه المسائل وافضل شيء افضل شيء لان تصور استاذ عفاف هذا الشيء راه ما غنعاودوش 100 مره في العام. مره واحده نجيب انا ذاك المونه كما كنقولوا بالمصطلح ديالنا حنا المونه ديال العام كامل ونحطها حدا عيني ونبقى نحس براسي بافتخار. علاش؟ راه تصور ملي كتحط حداك 100 يترو وبالمناسبه التخزين راه كنا هضرنا الناس البارح فقط العام اللي فات عفوا فقط ردوا البال راه كاين الناس ولاو كيسمعوا لينوكس. راه لينوكس ماشي ماركه. لينوكس هو الحديد الغير المؤكسد. ولاو كيسمعوا لينوكس كيمشيو يصاوبوا شي وحدين ديال الحديد هكا يصاوبوهم بيدهم. هادو ما ردوا لهم البال الله يعطيكم الخير. فالناس العام اللي فات راه وجهناهم الناس كيقولوا حنا في اكاديميه فن الحريات ما كنبيعوش هادشي وما عندناش البيع. عندنا كنوجهوا كتمشي عند الفورنيسور مباشره وفي النواحي ديال الدار البيضاء صيفطنا الناس عند واحد الفورنيسور تما كنا تعرفنا عليه في المعرض الدولي ديال التغذيه وداك السفو اللي كان في الدار البيضاء وتعرفنا وشرطنا عليه ان الناس اللي يجيو من طرفنا حنايا يكون ريديكسيون في الاثمان يكون نقص في الاثمان. وكانت باش نقولها هكا صراحه كانت واحد الماركه ايطاليه اللي كيجيبها هاد السيده هذا رائعه جدا وانا مازال عندي ما كاينش ولا نقطه مستوفيه استاذ عفاف. فالتخزين ضروري يعني كتخدم بها ماشي غير عام واحد كتبقى عندك سنوات. هي مازال عندي انا ما فيهاش نقطه ديال الصدى. الزاج انا مع الزاج ولكن الزاج فيه واحد لو ريسك كبير ان 30 متر مثلا ولا 20 متر الى تهرسات غيبقى فيك الحال بزاف. فهذا هادو الاشياء اللي ممكن نهضروا عليها. وموسم جني الزيتون وعيش وموسم جني الزيتون لان هادشي ما كاين الا في المغرب. غتمشيو شي بلايص اخرين ما تلقاوش هاد الحراكه دايره. والشكر جزيل لك الاستاذ محمد احليمي متخصص في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه.